طب هي ايه الكريتيكال إلنس؟ الكريتيكال إلنس هي medical conditions necessitating immediate intervention to guard and keep and support the vital organ functions in order to survive. يعني the utmost situation اللي بيبقى just ممكن يؤدي لو ما تعملش immediate management ل mortality. فاحنا دلوقتي في minutes of survival. ايه علاقة الميديا بالcritical illness؟ الولد دخل عشان يفرق امه، الدكتور اتفجرت والشظايا جت بجسمه. تمام يا بنت، اسمه ايه؟ قالوا نص ساعة، دي بي سي عشان يفرق بسرعة. دي مسلسل عربي اسمه لحظات حرجة، وبيجايبين الطفل ان هو دخل ينقذ امه لان الانبوبة فرقعت، فجاي في الاي ار حاطين له ماسك وبيقول له بينزل بقى له قد ايه؟ نص ساعة، فقال له سي بي سي. دي أول علاقة. لا مصر. أو النزر بيحطوه هنا. طب نشوف العلاقة الثانية كده. هما بيقولوا لها بيبي وريسبيرتوري ارست، وقامت اتشقلبت ونزلت، وابتدت الموسع وهو بيتحرك معاها بيقول لهم سينوز، بيقول لهم نوز كونتينيوس بريزنج. اول حاجه جابت الماسك وابتدت تعمل اكسجينيشن، وحد بيعمل اكو باجنج، وبعد كده طلبت لاريتوسكوب، وطلبت بعدها ماجيني فورسبس، ودخلت سبيسيفيكالي جابت ايرين الولد كان شرقان فيه، وعملت شويه مانوفرز اللي هي بتفتح الاير واي عشان في فورين بادز، وبعد كده كملت الفنتيليشن سمو نون انفيزيف ماسك لحد ما العيان حصل ريتيرن سبونتينيوس سيركيليشن ريسبيريشن. واضح ان الميديكال فيلد انترستنج فيلد للميديا، خصوصا بقى السيتويشن اللي هي فهو فعلا ابيلينج فيلد ان هو يبقى بورتريد ويتعمل عليه افلام وسيريز مختلفه، لان هو كلوز كوميونتي، مش كتير يعرف اللي بيحصل جوه المستشفيات. ساعات بيبقى فيها حاجه برستيجيز الدكاتره، احنا حاطين ستيري تايبس معينه للناس اللي في الميديكال فيلد وبره كذلك، وهم بيحبوا يعيشوا في الدور ده. حتى الممثلين قالوا ان هم بيحبوا يقوموا بالادوار بتاعه الدكاتره والنيرسز في السيتويشن في الامرجنسي دي في الدراما. طب how accurate are the medical dramas؟
يعني تفتكروا ايه رايكم حضرتكم مثلا؟ حالات حرجه مثلا عنده سفوكيشن وهو سي بي سي، حتى في الـ International والأمريكان يعني تي في شوز وسيريز دي بقى اللي بنعمل عليها سيرفيلانس زي ما دكتور عزة بتقول. في كان زمان خالص أول ما من يعني سنين فاتت كان في كوميتي في أمريكا نفسه بيسوبرفايز السيريز عشان يشوف هي تو بي فولفيلد إنها تعدي تدرس ولا لا، وبعد شوية تخطوها وقالوا لا دي بتلمة الإبداع وزي عندنا كده وما بقالهاش أي دور دلوقتي، وما بقاش في رقابة برضه على الميديكال، بس هي دي أر بروفيشنال فهم بيجيبوا ناس فور بروفيشنال إيد بيقعدوا كتير معاهم غير عندنا شوية. يعني تعرفوا المسلسل ده؟ جريز أناتومي ده من عمرنا إحنا، على الرغم ان جريز اناتومي في بنات كتيره جدا في الاي سي يو وفي الاو ار وفي النيكيو وفي كل الاماكن، بس لما شافوا الاكيرسي والميديكال انفورميشن فيها لقوها وادوا لها كده اوت اوف 10 سكور لقوها اربعه بس. اتس ريلي انترتيننج، مين ما بيحبش جريز اناتومي يعني. المسلسل التاني انا ما شفتهوش بس ولادي عندهم فكره ان هو سكرابس ده، بيحكي حياة اللي هم الريزيدنس جوه المستشفيات وهو في اطار كوميدي بقى، وما بيناموش وما بياكلوش وبينزلوا وما بيعرفوش والحاجات دي كلها. فلما رجعوا الميديكال انفورميشن اللي بتتقدم فيه لقوها اكريت تو ذا ديجري اوف 8 اوت اوف 10، والانترتينمنت برضو عاليه 9 اوت اوف 10. مش عارفه الناس تعرف المسلسل ده ولا لا، الجيل بتاعنا يعرفه دكتور هاوس تعرفوا؟ اه طبعا دكتور هاوس ده بقى يعني هو اساسا بيعقدنا احنا كدكاتره تمام، وبيلاقوا الاكريسي بتاعت الميديكال انفورميشن باكسبرتيز طالعه واخده 9 بوينت سمثينج اوت اوف 10 يعني حاجه رهيبه، والانترتينمنت طبعا زي ما حضراتكم عارفين. طيب هل التي في شوز والميديكال دراما شود بي اكريت؟ طب تفتكر حضرتك الكوميونتي بتختلف البرسبشن للداتا اللي بتطلع على التلفزيون؟ يعني في المجتمع الامريكاني والمجتمع مثلا بتاع وسط افريقيا والمجتمع احنا شمال افريقيا والجولف مثلا، هل البرسبشن للداتا الميديكال انفورميشن من المسلسلات زي بعض؟ احنا كلنا زي بعض؟ معلش طبعا في سؤال كل اللي ايوه جبت لحظات حرجه جبت في الاول العرض مصري مصري على انا بتكلم على البرسبشن بتاع البوبيوليشن للداتا اللي بتيجي سيبنا من الدكاتره، انا بتكلم على اهالينا في الدكاتره. مشكله كبيره. ده تمام، الدكتور ايمان بتقول فعلا احنا الناس كل ما تقتنع بدقه العمل وتحب الناس اللي في العمل وشايفه الدراما اللي بتحصل بيحصل لها ازمه من البرين ووج ان هو ده الرياليتي. طب الفيزيشن رايهم ايه؟ دايما الفيزيشن بيأرجو على انها مور فاكتيشيس زي انها تكون ميديسن بيست رياليتي سيتويشنز. بس اتفضل. بس الكل عنده نفس الحاجة، زي كل لو قدمنا حاجة في الـ ER أو قدموا حاجة في الـ ER أو في Great Anatomy and it's wrong they will perceive it as إنها right، لأن هو دي كلنا بنشوف الحاجة بالعين ونشوفها كتير فبنصدقها، إنما بتختلف درجات. يعني هم طبعا درجة ثقافتهم يعني ما عندهمش حد زينا يعمل الكفتة ويعمل الحاجات دي والشلاولة والحاجات دي، يعني بره أكيد هيقولوا إن الكلام ده كلام فارغ، برضه ليها ثقافة. حتى الشعوب العربية المتقدمة علميا زي التوانسة وشمال أفريقيا وكده البرسبشن بتاعهم للرياليتي
احسن من الشعوب اللي مستوى التعليم فيها اقل، بس كل البوبيليشن في العالم كله لما بتشوف الحاجه وده بتصدقها، خصوصا هو مش ميديكال. دي حاجه تخوف طبعا، دي حاجه تخوف، بس هي دراما اساسا، دراما فور انترتينمنت مش في ميديكال نولج. Affectional medical conditions and treatment often fall outside the ordinary. دايما بيجيبوها في الافلام خارج الطبيعي، خارج الاطار الطبيعي. والاكسترا دي بتبقى هو ده اللي بنتكلم عليه ونخاف منه، انها تبقى ريبيتد انف لدرجه ان هو ده روتين، ان البابليك اي بتعتبر ان هو ده روتين. ودايما بيكسبكت ان ده يحصل، فبيكسبكت ميراكل انها تحصل، ان العيني ارست ويدخل فيه مش عارفه ايه هنا ويخرج من هنا ويعيش. اوكي؟ لو ما حصلش ده بيفتكروا ايه؟ زي ما دكتور ايمان بتقول ان في مسهاب او مسبراكتس بيحصل، ولو ان الميراكلز والمسهابس هم الراليتيز، بس الميديا والدراما بتحط لنا احنا ده. النيو انجلاند جورنال عملت ستادي دورت على الاسوشيشن ما بين الرياليتي في الايفنتس اللي بتحصل في الدراما وما بين حقيقتها علميا. فمثلا السي بي ار، لا راجعوا تي في شوز في الدراما فور اباوت 10 ييرز، لقوا ان كل اللي بيتعمل لهم سي بي ار وكارديو بابل ريسستيشن 67% منهم في الافلام بيرجعوا بيريتيرنو سبونتينيوس سيركيليشن. انما السيتويشن الحقيقي اللي هو في الريل ميديكال فيلد من 0 ل 15% بيرجعوا. وساعتها وبيبوح وبيبوس البطلة وكل حاجة بتحصل دلوقتي يعني. ده بيخلينا احنا في كدكاترة لازم نتحط في الإطار ده، ولازم نطلع الريزلتس دي، والا يبقى احنا عندنا ماتريكس. عشان كده لازم يبقى في انا بليف ان لازم يكون في ميديكال شوز، تي في شوز حقيقيه الناس بتتكلم فيها on the medical real ground out of celebrity out of financial issues وكلام ده كله. طب ده about drama وال critical illness. طب what about the non drama media like journals مثلا او حاجه؟ في الحقيقه an informed public، عشان يبقى عندنا public يعني population well informed، this means a more informed patient. ودي حاجه كويسه على فكره، مش حاجه وحشه، ودي a common target لينا كفيزيشنز وكمان للناس الجورناليست اللي بيشتغلوا في الميديا. بس احيانا بقى بيحصل في كونفليكت ما بين الجورناليست وما بين الفيزيشن في how to convey الداتا او الانفورميشن. ليه بقى؟ لان الجورناليست عايز يعمل بريك ثرو، عايز هو عايز ضربه. ايوه هي دي شغلته، عايز فرقعه. فهو عايز يعرف يعني سمير غانم في اي مستشفى والدكتور ما جالوش فيه، او المرض الغريب اللي عنده ده جاله فيه الناس قبل كده ولا لا. هو عايز فرقعه، او فلانه دي خرجت ولا ماتت، هو عايز كده. وبيشتغلوا الشغلانه دي اللي هي واتش دوجز، واتش دوجز وهم اللي هي المراقب، يعني زي ما احنا بنتهدد في المستشفيات ان انا فلان قريبي صحفي فلان يعطيك، لان هم قايمين بدور المراقب اللي هو الواتش دوجز ده، وهم معترفين بده وهم حابين ده. They ask questions المفروض انها to uncover problems او to highlight problems، بس actually في الاخر هم عايزين break through. هم في جود بوينت ان هم عايزين ي empower patients اكتر وي uncover problems اكتر عشان يحلوها، بس ده مع الانتنشنز بتاعت البريك ثرو احيانا بيخليهم يتخطوا شويه ديتيلز. طب احنا كدكاتره بنفكر في ايه؟ احنا كل همنا الكيور والعيان تحسن ولا لا. من كتر النويز والتهديدات اللي بقت حوالينا بقينا عندنا اللي هو ويستل بلون، احنا ورينج او وري، خايفين من اللي هيكتشفوا ان احنا بنعمل حاجه مصيبه، ان احنا جبنا اجهزه والاجهزه مش شغاله او مركونه، فاحنا مهددين دايما ان الدكتور ما جاش مره في الوقت المناسب وهو مهدد هتفضح يعني. فاحنا دايما دور عينه
مع الجورنالز او مع كتير من الميديا ان احنا تحت التهديد، خايفين من اللوسوتس، خايفين كمان من الديس ابروفل من زمايلنا ان انا اقول حاجه في الميديا بيجي واحد تاني يقول عكسها، ودي بقى بتبقى سيئه جدا. وكل واحد وقوه شخصيته وقوه عرضه، مش شطارته ومش قربه من الحقيقه. ايوه بنخاف تلوز جوبس، ان فلان يبقى بريزنتد احسن مننا فهو ياخد الابر هاند في الميديا فده يروح له ناس اكتر. احنا بنخاف من ده لدرجه ان احنا بقينا نتخاف نتعامل مع الجورنالز، واحيانا نبقى مش يحتمل فريزنج. يمكن مع الوقت وبعد خبره معينه الناس تبتدي تكون احسن في التعامل مع ده. طيب الداتا دي، دي الباك جراوند بتاع الدكتور وده الباك جراوند بتاع الجورنالز او الجورنالست. تفتكروا ان الداتا اللي هتطلع في السيتويشن ده ويش اكستنت هتبقى اكريت، ويش اكستنت هتبقى ترانسبيرنت؟ اكيد في داوت انها هتبقى فولي ترانسبيرنت وفولي اكريت. في الحقيقه يعني كل ما بيكبر السن وكل ما بيبقى في خبره بيبقى عندك القدره شويه ان انت تتعامل. بس انا هنا بريز كويشن ان احنا وي نيد تو بريبير اور يونج جينيريشن من وهم بيتعلموا في الجامعه وفي الكليه ان هم هاو تو انتراكت وذ ميديا، امتى يتكلم وامتى ما يتكلمش، وامتى يقول ايوه وامتى يقول لا، وازاي يبقى ترانسبيرنت ويقول انا عملت كذا كذا. ولازم يكون في للاسف لازم يكون في سبورت من الهاير اوثوريتي على الدكتور الصغير اللي بيتكلم ده، مش يبقى اجينست بعض يبقى هو كبش الفدا قدام الميديا ان هو اللي اخطا وهو اللي عمل ده. انا اي ثينك ان احنا وي نيد تو بريبير اور يونج جينيريشن ازاي يبقوا كونفرونتنج الميديا ان واي اوربريل من غير ما يضطر يحس ان هو فوكس وان هو اوفر اكسبوز وان هو يعني هو عنده دايما مشكله، دايما هو عنده مشكله. يعني في ستادي كبيره اتعملت في جريت بريتن في رويال كولج اوفيزيشن الحمد لله قالت ان مين عنده المصداقيه لما هنيجي نتكلم في جورنال، الصحفي ولا الدكتور؟ قالوا الفيزيشنز هم اللي عندهم المصداقيه. يعني لازال الناس بتثق في الفيزيشن ان هو اللي يقول الكلمه الصحيحه، عشان كده لازم الفيزيشن يقول الكلمه الصحيحه. يعني الناس مش مخدوعه لدرجه انها تصدق الصحفي، بس لا الفيزيشن هو لسه اللي هو الراي بتاعه هو الراي الفاليد، هو الراي التراستبل الهورس تراستد اللي هو لازم يتسمع. عشان كده لازم الفيزيشنز يتعلموا ياخدوا مسؤوليه ان هم يتكلموا في الميديا، ويتكلموا في الميديا بالترانسبيرنسي، ترانسبيرنسي حسب كذا والبرسنتج بتاعه الاوكرنس اوف سايد افكتس كذا واحنا عندنا كذا. هو ده في جريت بريتن. طبعا احنا عند حضرتك حق. ده ابلايد جدا على الادلت اي سي يوز، انما البيدياتريك اي سي يوز انت الابن اللي داخل الرعايه ده لازم يعيش انتل بروف اذروايز، غير الادلت اللي داخل الرعايه ده ويل داي انتل بروف اذروايز، لان هو عنده موربيديتيز واولد ايج واورجن فيلرز وكلام من ده. انما احنا الاستريس علينا كبيدياتريك كريتيكال انس ايشو ان هي اكتر، لان هو داخل ضمان وابنه لازم يعيش رغم اي حاجه تروح اي حته. فعلا كريديبيليتي جوز للميديا في الـ في الـ في اللو كلتشر او اللو سوشيو كلتشر. لا ده بيحصل في كل العالم، بس هي الفكره طول ما انا مين اللي الاغلبيه بتاعت الكوميونتي بتاعتك ايه؟ اللي قاعدين في القهوه، اللي قاعدين بالليل على يعني بيتفرجوا على عمرو اديب، بيتفرجوا على مش عارفه مين، فابتدت الناس دي تبقى هي الفكرز بالنسبه لهم. وكمان معلش احنا متحملين جزء من الاخطاء كدكاتره، يعني احنا برضو متحملين جزء من الاخطاء، لان احنا بقينا نيجي في التي في شوز بنقول
في اوقات كلام فارغ فسواء الجزء المتعلم انت شفتي منه الثقه لان انت عندك فئه بتيجي تقول كلام فارغ، والجزء اللي هو مش متعلم قوي او الانصار المتعلمين بيقول عليهم يعني انا شايفه اغلبيتنا يعني احنا كده يعني بنشوف الناس ويبقى فلان ده تراست بالكلامه عندنا مقابل فلان الدكتور اللي ما نعرفوش ودايما بقت الايشوز دي بتدور، هي في كل مكان موجوده بس فيها ريجيليشنز في اماكن أضيف لحضرتك حاجة صغيرة، لو إحنا ابتدينا نعلم طلبة المدارس حاجة اسمها scientific thinking هيطلع عارف يقدر يشوف يسمع الكلام اللي بيسمعه ده كلام يجي عليه ولا كلام ده ما يجيش معاه. هو الساينتفك سينكينج دلوقتي ولادنا بيتعلموها في الجامعات او في المدارس معينه، انما لو اتعملت في كل المدارس يبقى الطالب عارف يميز الكلمه اللي بتتقال له دي كلمه موزونه كلمه صح ليها باك جراوند صح ولا لا. والاختلاف وان ده لازم اعلم الطالب الطب ان هو لما يجي يتكلم بيقول ان في ديفرنت اراء، بس الاراء ده اتعمل عليه ستادز بالطريقه الفلانيه ده لا لسه ما فيش عليه داتا بدل الايه البريك سونس اللي بتحصل. مثلا هنطلع حضراتكم مثلا زي ما حضراتكم تعرفوا الميس انفورميشن لما تبقى ترانسميتد خلال الميديا ايه الايفكت بتاعها وهي بتحصل ولا ما بتحصلش. في ستدي اتعملت وموجوده على السايت برضه بتاع الدبليو اتش او عن الميس انفورميشن ريليتد بالكوفيد في الكرايسيس الاخراني ده، راجعوا في النص سنه الاولاني من 2020 حوالي 300 وحاجة ارتكل وفي النص الثاني حوالي 900 ارتكل. لما حطوهم بقى على بعض وعملوا فلتر يعني شالوا الدوبليكيت ارتكل طلعوا حوالي في الاخر 800 ارتكل. قعدوا يفندوا الابستراكت والتايتل زي ما بنعمل ميتا اناليسيس ايه اللي ريليفنت للكويشن وايه اللي مش ريليفنت. في الاخر خرجوا لنا 22 ميجا ستادي دورت على الميس انفورميشن اللي طالعه في الميديا ريليتد للكوفيد في الفترة الأخيرة دي. حوالي 13 ستادي من ال 22 دول كانوا واخدين مصدر واحد للسوشيال ميديا تويتر مثلا فيسبوك يوتيوب، وفي بقية التسع ستادي كانوا واخدين مالتيبل ميديا بلاتفورمز. يعني في الآخر قالوا إيه؟ ريفيو فاوند إن الكوفيد ريليتد ميس انفورميشن أون سوشيال ميديا إز أن امبورتنت إيشو. إتس أ ويل ريكوجنايزد امبورتنت إيشو. وليها حاجتين. قال كبيرة في الكوميونيكيشن الاماونت في الكوميونيكيشن يعني الناس بيجيله تويتر بيعمل ريتويت الناس بيجيله فيسبوك بيشير والكلام ده كله الاماونت في السيركيليشن كبيرة جدا. الرعب بقى ايه؟ انه بقى ليه كونسيكونسز على البيشنتس على البيبل بيهيفير اند هيلث. واحدة من الميس انفورميشن ان هو جارب بالكلور والحاجات دي ممكن يحسن، وفي واحد وواحدة عملوا كده وفي اليو اس اند ذي داي. في ستادي جايبة كده يعني بيشوفوا في امريكا ومش في مصر بالكلور بيتمضمضوا بالكلور. فدي يعني برضو نرجع حتى الناس اللي بره خصوصا في وقت الكرايسيس بيبقى كل واحد فولنربل لانه يسمع اي حاجه. خصوصا ما فيش اناف داتا في الكرايسيس. ده عندنا في مصر بقى يعني ده انجاز. طيب زي ايه الميس انفورميشن اللي اتنشرت كلها بتاكسجريت السيرفيس بتاعت الكوفيد؟ كلها استغاثات في الاي سي يوز، كلها مش لاقيين اكسجين، كلها كده. سواء كومنتس على الامبولي تريتمنت البانديميك ده بايو يعني بايو كيميكال وور ولا ايه؟ هو ده ويبن ولا ايه؟ في ناس بقت تعمل اكونتس باسامي ناس انها افكتد وانها فيها مشاكل وكده. ف
فالفولس انفورميشن ممكن تكون اسوا جدا جدا من النو انفورميشن نو انفورميشن زي ما الاستاذنا قال. طيب طيب مهمه جدا اسمها mental health. What's mental health? It's actually a very simple and very important thing. It's a state of well-being, in which an individual realizes أنا عندي abilities معينة والabilities دي I can cope with the stresses اللي رايحة طريق زحمة ولادي عايزين يسيبوني ساعة من المدرسة في stresses معينة وأنا عندي abilities معينة كده فأنا يعني peace عايش in peaceful mind متفاهم مع الabilities بتاعتي والكلام ده كله وده بيخليني انا اشارك في الكوميونتي بتاعتي بطريقه بوزيتيف اور نيجاتيف لو انا عندي منتال هيلث منتال ويل بي ديفينتلي هشارك في الكوميونتي بتاعتي بطريقه بوزيتيف. طب الميديا بتاثر على ده؟ هو ده اللي حصل وبيحصل في الكرايسيس ان الميديا بت يعني بتهيرت اور منتال هيلث او منتال ستريس. هاو Can we protect our mental well-being? من وجهة نظر حضراتكم. I'm for all media. Cook. نقدر؟ السوشيال طب الساينس دي could be protected could be يبقى عليها surveillance معين الحاجات ال harmful تتشال منها الحاجات ال fake تتشال منها ممكن ده يحصل بس ده حاجة مش هتأثر على الويل بينج دي حاجة كويسة يعني أنا بتكلم إزاي الميديا والإنبوتس والنويز والجرافيك القطيع ده اللي هو بيتسرب أور منتال ويل بينج عشان نقدر نتكلم على ميوزيكال تيمز زي مثلا البي تي اس ده بتاع كوريا
Is the media, Dr. Iman, is the media an enemy or an ally to the critical illness? بالنسبة لنا وبالنسبة للي بيشتغل في critical illness احنا عندنا applications ما ينفعش نشتغل من غير يعني ميكانيكس application عشان الكالكيوليشنز بتاعت الكرياتينين كليرنس والدوزج والجستيفيكيشن لاي دوز ان ريليشن تو اورجان فيلير وكلام كتير انا ما اعرفش اشتغل من غير الميديكال فدي ميديا مش هعرف اشتغل من غيرها ولا هرجع بقى زي زمان ريسك ليست لو ده انا ما بدخلش عليه مره يوميا يبقى انا ما اشتغلتش اليوم ده لان كلنا بنحتاج نراجع الادويه والدوزج والفارماكو كاينيتكس بتاعتها والداينامكس والانتر اكشن والكلام ده كله فدي لا الميديا هنا از ماي الاد يعني هي بتدعمني في حاجات فعلا بالنسبه لي طبعا بالنسبه لنا في البوست كارديك سيرجري اي كيو مثلا ده اسم موبايل ابلكيشن بندخل عليه بيفتح لي ممكن دلوقتي انا عندي حاله معينه وانا ان كونفيوزد بفتح باخد الباك جراوند بتاعتها والاوبرتيف بتنزل ازاي والبوست اوبرتيف حتى هاي لايت كده سريع ازاي ودي حاجه مش هنقدر نعيش كده زوم يعني hundreds of hours نقعد فيها على زومز على ميتنج سواء ناس لو بتتكلم عشان to share knowledge and experience with all our patients I believe we cannot يعني get rid of Zoom خلاص بصراحة يعني WhatsApp خصوصا في برضه from minute to minute follow up للعينين بتوعنا والداتا بتاعتهم والابديتس والاكشنز والديسيجن ميكنج والكلام ده كله احنا ما يوم ما وقع ان الواتساب اتعمل تليجرام في يوميها في ساعتها اتعمل تليجرام جروب للرعايه علشان الحالات نبقى عارفين ايه اللي بيحصل يعني ايفن اقل من ساعه واتساب وقع في حاجه اسمها تليجرام خلاص ما نقدرش نوقف الكوميونيكيشن دي ودي مفيده طبعا جدا لينا ان احنا بنبقى ابديتد بالعيانين بتوعنا وبنسبورت الجونيور ستاف ديسيجن ميكنج يعني الميديا ليها اسبكت كتير وليها ايفكتس كتيره قوي على المينتال هيلث على البابليك اتيتيود ممكن تساعدنا في ديتكشن او بريدكشن اوف فينومينا جايه او مرض جاي في الابيديمكس زي ما احنا بتدي انفورميشن على البانديميك او الابيديمك اللي بيسموها انفوديمكس الكواليتي بتاعت النولج في جفرمنتال ريسبونس بتتغير بيست على الميديا الفكره بقى احنا عايزين من الميديا ايه؟ احنا عايزين نعمل اتشيفمنت، عايزين نبان، عايزين نبقى سيلبرتي، ولا عايزين نقف على مستوى ريسيرش فور بروجكت علشان نقنع الناس ان هم يسبورت اس؟ هل احنا عايزين فاند ريزنج من الميديا؟ احنا عايزين نقول لهم فعلا مشكلتنا مش بيرسونال، احنا مشكلتنا مشكله فلوس، يعني احنا بنستخدم الميديا ازاي كاورجنايزيشنز في الهيلث كير بقى؟ It is the issue of what do you actually need من الميديا عايز تستخدمها في أنهي استخدام أنت اللي هتدرايف your drive هيجيب أنهي سكة. Well, thank you.